طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم. كربلاء ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. إن كنت منتهجان من هاج رب حجان فقم بجنح دجا لله تنتفلوا. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرام في الدياجي منهم المقلوا. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. نحف
تكفو الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا. قسي نبل هم أم ركعون نبل خمص البطون طوان ذبل الشفات ضمان عمش العيون بكان ما عبها الكحل يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا تعادل الخوف فيهم والرجاء فلام يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا يدخل أبو حمزة الثمالي على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يجده باكيا حزينا مهموما سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي أما أنا لبكائك أن يقول سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. التفت إليه الإمام عليه السلام شكر الله سعيك يا أبا حمزة كما ذكرت القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن امرأة سبيت لنا قبل يوم عاشورا؟ والله يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت ذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد صح ذيك البدور اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون في فر الساعة وسدوهم حر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح
وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا انشاء. أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه ودموعها تفور وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور كل ما طلع منا بدور للمعركة غاب ومصيبة اللي هيجت حزني علي بعيني نظرت حسين تحت الأعوجية وحسينا حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية شحتي أبو حمزة وشعدد منها لمصة قال لا يا ابو حمزة حشايا بنار ملهوب انا لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروب تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب نحلت عظامي ولذيذ العيش ما طاب لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد عجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين يا الله الوضوء هو عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبما أنه عبادة وهو طاعة لله تبارك وتعالى
فلا يصح إلا بماذا؟ إلا بالنية، بحيث أن ينبعث المكلف عن أمر الله تبارك وتعالى إما شوقا وطلبا لثواب الله تبارك وتعالى أو خشية وخوفا من عذاب الله جل وعلا أو طمعا في الجنة أو لأن الله سبحانه وتعالى أهلا للعبادة. فهذا المكلف يسمع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا هو منبعث ومتحرك من أمر الله، لأن الله أمره بهذا الأمر فهو يلبي أمر الله ويفعل أمر الله تبارك وتعالى، فيقوم لأداء الصلاة، قبل أن يصلي يقوم للوضوء فيتوضأ متقربا إلى الله تبارك وتعالى. هل يشترط التلفظ بالنية؟ ذكرنا سابقا أنه لا يشترط التلفظ بالنية، وكثير من الفقهاء سيما المعاصرين لا أرى أحدا منهم أنه يشترط نية ماذا؟ الوجوب أو الندب أو الأداء أو القضاء. أتوضأ قربة إلى الله تعالى، قصدك هذا خلاص يكفي. بعد تقصد الوجوب أن هذا الوضوء واجب لأن الأذان مثلا أو الوقت حكم، صار هذا الوقت، صار الوقت وقت الفريضة فأنا أتوضأ وجوبا، أو لا قبل الفريضة أنا أتوضأ ندبا. يقول لك هاي القيود ماذا؟ حتى لرفع الحدث، لاستباحة الصلاة، هذا لا يشترط أيضا ذلك، علما على أن الوضوء في نفسه طاعة، في نفسه عبادة. الآن أنت تريد مثلا قم تتوضأ، أو واحد مثلا مستيقظ من النوم يريد يتوضأ، خلي يتوضأ ما في مشكلة، مو شرط إلا لصلاة أو لقراءة قرآن أو لكذا، مو شرط. الإنسان ينبغي أن يكون على طهارة، سيما في هذا الشهر كريم، ينبغي للإنسان أن يكون طهارة، كلما أحدث حدثا ينبغي له أن يحدث بعده ماذا؟ طهارة، يتوضأ. الوضوء عبادة في نفسه، مو شرط إلا لصلاة. ليكون الإنسان على طهارة دائما مضمونا: من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني. فينبغي لهذا الإنسان أن يكون على طهارة. فإذا الطهارة في حد ذاتها مطلوبة، أن يكون الإنسان على طهارة. فإذا تارة الوضوء يكون مطلوبا في نفسه حتى لو كان على طهارة، يريد يجدد ماذا؟ عقب فترة مثلا كذا يريد يجدد الوضوء، فتجديد الوضوء نور على نور. يريد ينام فليتوضأ، لأن هذا الذي يبيت على طهارة يبيت كأنما ماذا؟ يصلي، يعني وفراشه كمسجده، وفراشه كمسجده. زين. وتارة أخرى لا، يكون الوضوء واجب غيري، يعني باعتبار أن الصلاة واجبة لا صلاة إلا بطهور، فإذا لا بد وأن يتطهر، لا بد وأن يتوضأ، هو محدث يريد يصلي. الآن أصبح الوضوء ماذا؟ واجب لغيره، ليس في نفسه وإنما لغيره، يعني من أجل الصلاة، فيتوضأ من أجل الصلاة. فعلى أي حال، على أنه بالنسبة إلى النية لا يشترط ماذا؟ قضية الأداء
أو القضاء أو الوجوب أنه واجب أو أنه مستحب، يكفي أنك ماذا تنبعث عن أمر الله تبارك وتعالى قاصدا ماذا هذا الوضوء، أتوضأ قربة إلى الله تعالى، هذا يكفي، وبالتالي تكون أنت ماذا على طهارة، سواء كنت متطهرا باعتبار الطهارة في نفسها مطلوبة، لأن الطهارة مطلوبة فأنت تريد أن تكون على طهارة أتوضأ قربة إلى الله تعالى، أو لا من أجل الصلاة أتوضأ مثلا لرفع الحدث لاستباحة الصلاة مثلا، فسواء كان من أجل الصلاة أو لأن الطهارة في نفسها مطلوبة فأنت تكون على طهارة، وبالتالي إذا كنت على طهارة الأمور المشروطة بالطهارة، كل الأمور المشروطة بالطهارة تستطيع أن تأتي بها. فالآن إذا جابوا إليك قرآن وقالوا إليك حط إيدك على القرآن، أنت على طهارة، تقدر تلمس القرآن، يعني كتابة القرآن تقدر تلمسها لو ما تقدر تلمسها؟ تقدر تلمسها، ليش؟ لأنك على ويش؟ على طهارة. تريد تصلي ركعتين قربة لله، لازم تروح تتجدد الحين؟ مو شرط، لأن أنت على ويش؟ على طهارة، فهذا يكفي. أنت من الصبح مثلا توضأت قربة إلى الله تعالى، تريد تكون على طهارة وما أحدثت، وصار أذان الظهر وأنت على طهارتك الصباحية الأولية، الآن أذن أذان الظهر، تقدر تصلي صلاة الظهرين بالوضوء الذي أتيته صباحا؟ تقدر لو ما تقدر؟ تقدر طبعا، ليش؟ لأنك على طهارة، فطالما أنت على طهارة تستطيع أن تأتي المشروطات بالطهارة، الأمور المشروط فيها الطهارة، ها؟ فتستطيع أن تأتي بها طالما أنت على طهارة. لكن مو معنات كلامي على أنه ما ينبغي التجديد، لا، لو واحد بعد جدد الوضوء فنور على نور. فإذا لو قصدت الطهارة وتوضأت قربة إلى الله تعالى فهذا الوضوء يجزيك لأن تأتي بماذا؟ بالأمور المشروطة بالطهارة. وبالنسبة إلى الوضوء له أجزاء وله شرائط وله نواقض وغير ذلك، فنأخذ شيئا مثلا من الشرائط والأجزاء. أولا نبدأ بشرائط الوضوء، وكثير من الشرائط شرائط الوضوء تلتقي مع شرائط الغسل، بعض الفروق البسيطة تفترق شرائط الوضوء عن شرائط الغسل، وإلا أكثر الشرائط متفقين، الغسل نفس ماذا؟ نفس الوضوء. الأمر الأول من شرائط الوضوء أن يكون الماء مطلقا. يعني شنو أن يكون مطلق؟ يعني لا يكون الماء ماذا؟ مضاف. أما إذا كان ماء مضاف ما يصير يتوضأ منه، لابد أن ماذا يكون الماء مطلق. نعم، مباحة؟ لا لا، المباح بعد بيجي إن شاء الله. فبالنسبة إلى ماء الورد مثلا تقدر تتوضأ منه باعتبار أنه ماء ورد مضاف، ما تقدر تتوضأ منه. المرقدوش مثلا تقدر توضع منه؟ ما تقدر توضع منه. كذلك ماء النارجيلة، ماء القدو مثلا كذا، إذا كان متغير وكذا تقدر توضع منه؟ ما تقدر توضع منه. فإذا لابد أن يكون الماء ماذا؟ أن يكون الماء مطلق، ما يكون مضاف. أما إذا كان معتصر من شيء أو مضاف إلى شيء بحيث أنه سلبه الاسم
بالتالي ما تستطيع تتوضأ منه. فإذا أن يكون الماء مطلقا، أن يكون الماء مباحا، أن يكون الماء مباح يعني وإيش؟ يعني ما يكون مغصوب. زين، فإذا لابد أن يكون ماذا؟ مباح. الآن وش اسمك بالخير؟ حجي عبد الله. حجي عبد الله خصص ماء، قال هذا الماء أنا مخصصنا إلى الشرب. زين، يا أهل المرخ، يا جماعة الخير، هذا الماء أنا مخصصنا إلى ماذا؟ إلى الشرب فقط وفقط. زين، يصير يجي واحد ويتوضأ منه؟ ما يصير، لأنه خصص لماذا؟ خصص للشرب. إذن خلاص نقتصر على هذا الأمر. ولذلك هنا مسألة تذكرتها الآن بالنسبة إلى الماء الموقوف أيضا. الآن عندنا مسجد مثلا، وهذا صاحب المسجد وصاحب الماء قال أنا أوقفت هذا الماء لخصوص المصلين. يصير يجي واحد ويتوضأ من هذا الماء ويروح يصلي في مسجد ثاني؟ إذا هو هذا الواقف مخصص لنا لمن يصلي في هذا المسجد، إذن أنت تلتزم. إذا كان هذا الماء موقوف للمصلين في هذا المسجد، ما يصير واحد ماذا يتوضأ في هذا الماء من ماء هذا المسجد الموقوف عليه ويذهب إلى مكان ثاني ويصلي بهذا الوضوء. لا، هذا غير صحيح. فإذا الماء الموقوف على جهة خاصة فقط إلا بيصلي يتوضأ منه، صحيح. فكذلك إذا كان مخصص للشرب أو مخصص لكذا يلاحظ الجهة المخصص إليها. ولذلك الحجاج والمعتمرين يلتفتون إلى قضية هذه المسألة. إذا كان أكو هناك ماء مخصص لماذا؟ للشرب، يعني أكو هذا الماء له مالك وقد خصصه لماذا؟ للشرب. فيأتي المحدث ويتوضأ من هذا الماء وهو يعلم أن هذا الماء مخصص للشرب، ويعلم على أن المتوضأ لا بد وأن يتوضأ بماء ماذا؟ مباح، مأذون له في أن يستخدمه في الوضوء. فإذا فيها إشكال قضية ماذا؟ قضية وضوء. خلي يتوضأ بماء ماذا؟ بماء مباح. شوف الأماكن المخصصة كذا للوضوء يتوضأ منها. أكو ماء مسبل مثلا لجميع الاستخدامات، للوضوء وغير الوضوء، للشرب ولغير الشرب مثلا، أو أنه لا أقل للوضوء فقط. فإذا يروح إلى هذا المكان ويتوضأ منه ولا يوقع نفسه ماذا في إشكاليات وإشكال العبادة وإشكال صحة العمرة وصحة الحاج وكذا. لا، قال يكون ماذا؟ عمل نظيف، عمل صحيح، فيتوضأ من مكان يكون موثوق، فتكون عبادته عبادة سليمة صحيحة. فإذا يشترط أن يكون هذا الماء مباحا، أما إذا كان مغصوبا فلا يصح الوضوء منه. واحد مثلا في السفر دخل برادة وسرق علبة ماء وتوضأ بها وضوء الصلاة، تكون صلاة وش هذا بعد؟ صلاة باطلة. هي صلاة باطلة، ليش؟ لأنه توضأ بماء مغصوب. ولذلك هي مسألة طبعا مهمة ومبتلى بها عند أغلب الناس، قضية الإذن. أنت ما تقدر تتصرف في أموال الناس إلا من بعد إذنهم، من طيب ماذا؟ من طيب أنفسهم، مو تتصرف كيف ما تشاء. إذا صاحب المال موافق أنت تصرف، يعني حتى إلى درجة الزوجة، أزيد من الزوجة، إلى درجة الزوجة، أن الزوجة ما تستطيع أن تتصرف في أموال زوجها إلا بإذن من؟
بإذن زوجها، مو تصرف تتصرف كيفما تشاء، تتصرف في أموالها كيفما تشاء، تتصرف كيفما تشاء في أموالها مو في أموال غيرها. اجي تتصدق على فقير أو تعطي أو تمنع أو كذا، ليس لها ذلك. كل إنسان يكون مسلط على أمواله، أما إنك تروح لأموال غيرك وتتصرف فيها هذا غير صحيح. لكن ينبغي أن يلتفت على أن الإذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن صريح يقول لك والله تتصرف في هذا، توضأ مثلا، هذا إذن صريح. أذن إليك صريحا، تلفظ قال لك ماذا، توضأ، هذا إذن صريح. لا، وتارة شاهد الحال، يفتح إليك أجلكم الله باب الحمام، مو شرط يقول لك تعال وإيش توضأ، لأن تصرف هذا شاهد على ماذا، على أنه أذن لي بهذا التصرف بالوضوء. وتارة أخرى صاحبك مثلا أو الزوجة، ها تعرف أن نفسية زوجها وإيش موافق على هذا، الصديق يعرف أن صديقة صاحبة موافق على أنه لو توضأ بهذا الماء مثلا بمائه، أو لبس نعله، أو بعض الأغراض يتصرف فيها كذا، هذا يعرف على أنه ماذا، أنه راضي. إذا هو محرز أنه راضي، إذا يعرف صاحبة صديقة أنه راضي، هذا يكفي بعد. فإذا الإذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فبالنسبة إلى الماء كذلك، طبعا مو بس الماء، في كل شيء طبعا، إذا تحقق واحد من هذا الإذن، طبعا إلا في قضية الزواج، طبعا إذا عرف على أن الزوجة، على أن الزوجة راضية، هذا ما يكفي، هناك لابد من ماذا، من التلفظ، أن تقول له ماذا، زوجتك نفسي. أما يعرف أنها راضية، أنها راضية به كزوج، هذا ما يكفي هني، فالمسألة ما يكفي، لازم ماذا، من تلفظ زوجتك نفسي مثلا على مهر وقدره 1000 دينار كله حاضر من الدنانير البحرانية وما شابه ذلك، هاي مسألة خارجة، مسألة ثانية. بس أغلب الأمور طبعا سواء إذن صريح أو إذن ماذا، بشاهد الحال أو إذن بالفحوى، تعرف على أنه راضي، هذا يكفي. فكذلك بالنسبة إلى الوضوء بالماء، لابد أن يكون وضوء بإذن، سواء كان إذن صريح أو شاهد حال أو فحوى، ما في مشكلة. مكان مثلا تعرفكها، جرت العادة أنهم يتوضعون في هذا المكان، وما أكو هناك من يمنع، ما يقول لهم لا تتوضعون، وجرت العادة من الناس أن هذا المكان يتوضعون منه، يشربون منه، وهكذا يتصرفون منه، فهذا لا مشكلة، تقدر أنت ماذا أيضا تتوضأ في هذا المكان، لأن هذه العادة تكشف على أن هذا الماء مثلا مسبل لمثل هذا الموضوع ولنفس هذا الأمر. على العموم، من شرائط الوضوء طهارة الماء، الماء اللي تتوضأ به أن يكون ماذا، طاهرا، لأن فاقد الشيء يقولون وإيش لا يعطي أساسا. الله سبحانه وتعالى يريد أنت تتوضأ على أساس تكون على وإيش، على طهارة. أما إذا كان الماء نفسه مسلوب الطهارة، نجس مثلا، كيف يطهرك هذا الماء النجس، بل يزيدك ماذا، يزيدك نجاسة. وهنا مسألة، أنك لو توضأت بالماء النجس أو بالماء المضاف أو بكذا وأنت لا تعلم، ما تدري، وصليت وعقب الصلاة عرفت أن الوضوء الذي توضأت به، أن الماء الذي توضأت به ماء ماذا، نجس أو مضاف، الآن وش عبادتك، وش الوضوء، هل الوضوء صحيح أم باطل؟
طبعا الوضوء يكون ماذا؟ انت ما تدري، تعتقد ان هذا الوضوء، ان هذا الماء طاهر. يوم توضأت وصليت تبين ان هذا الماء ماذا؟ نجس. ويقولون الظاهر جامع الادراس كذا، هاي نقل لذلك ان مكان الماء ما ادري هاي التانكي كذا الظاهر ما ادري صارت في حمامه او شيء كذا زين، والجماعه ماذا؟ ها يتوضعون منه، وتبين على انه بعد ذلك صار اليه ريحه وكذا تغير يعني، فصار هذا الماء متنجس زين، متنجس وكذا. فهي الوضوء والصلاه هل يكون وضوء صحيح؟ ما يكون وضوء صحيح حتى لو انت ما تدري. يقولون هذا شرط واقعي، لابد ان يكون طاهر. اذا كان نجس الوضوء غير صحيح، الصلاه غير ويش؟ غير صحيحه. فلا بد من ماذا؟ انك تطهر هذا المكان اللي اصابته النجاسه، تطهر اولا وتتوضا، وبعد ذلك ماذا؟ تعيد الصلاه. فاذا من شروط نعم من شروط الوضوء أن يكون الماء ماذا؟ طاهرا. تفضل. بارك الله فيك. طبعا أول شيء إذا أحرزنا فعلا أن هذا الماء معالج زين، طبعا هذا ماء المجاري أجلكم الله، طبعا شالوا عنا الشوائب وكذا، والآن يسقى به الزرع وكذا، هل مجرد تصفيته عن الشوائب وكذا وتنقيته هذا يخليه طاهر يعني؟ لا، يبقى على ماذا؟ يبقى على نجاسة، على نجاسة. ولذلك بعدين إذا أنت مثلا ماشي في الشارع وبعدين رشحت سيارتك أو رشح وجهك منه، لابد أن ماذا؟ أن تطهر وجهك وسيارتك. طبعا غسلتها ما غسلتها مين هي اللي بتصلي؟ أنت اللي بتصلي، بس هي بتبقى على ماذا؟ بتبقى على النجاسة. طبعا هذا إذا تيقننا وعرفنا على أن هذا الماء فعلا هو ماء مجاري نجس، وتمت تصفيته وتمت معالجته مثلا، فالآن محكوم بماذا؟ بالنجاسة، لأنه ما أضيف إليه مثلا ولم يمزج بالماء المعتصم. إذا مزج بماء معتصم وكذا الآن طهر، أما مجرد التنقية يقولون ليس من ماذا؟ ليس من المطهرات. ولذلك لابد ماذا؟ أن يرتب عليه آثار النجاسة. هذا أنت إذا تدري، أما الجماعة ما يدرون، هذا ما يدرون عنه، وما ينبغي أن حاولوا لا تدرون بعد، مو واجب عليكم أن تعسعسون وتفحصون أن هذا فعلا هو ماء المجاري، بس لا تسوي لنا سالفة. أنت أحيان خليهم وسوسوا مساكين إذا يمشون على الشارع كذا، كل واحد بعدين بيجي يطهر روحه وبيسبح على أساس الصلاة وكذا. فأنت إذا ما تدري تبني على ماذا؟ تبني على أن هذا طاهر، كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه ماذا؟ أنه قذر. ما تدري عنه أنه نجس، ما أدري عنه نجس، احكم على أنه طاهر وخلاص انتهى الموضوع. اللهم إلا إذا جاك بينتين اثنين مثلا وقال لك ترى يا حجي هذا ويش؟ ماء نجس، هذا ماء مجاري، وهذا ما طهره. إذا كانت قامت الحجة الشرعية على نجاسته بعد خلاص تنجس. فعلى العموم يشترط طهارة الماء، أيضا يشترط طهارة أعضاء الوضوء. أنت إذا أصابتك نجاسة في يدك أو أصابتك نجاسة في موضع المسح قبل أن تتوضأ لابد ماذا؟ أن تطهرها. زين، لازم أطهرها كلها؟ لو فقط العضو اللي أنا بغسله أطهره، ها
وقت اللي بتغسل العضو يكون طاهر، مو شرط أن يكون قبل أن تكون الأعضاء كلها طاهرة. هاي فتوى المعاصرين، ما شفت أحد يخالف من المعاصرين، يمكن من السابقين وكذا يشترط طهارة الوضوء كلها قبل الوضوء ربما، لكن الآن معاصرين لم أجد ذلك. فأنت قبل أن تغسل وجهك لابد أن يكون الوجه ماذا؟ طاهر. قبل أن تغسل يدك لابد أن تكون اليد ماذا؟ طاهرة، إذا عليها دم أو بول أو كذا. زين، أنا طهرت وجهي، غسلت وجهي وغسلت يدي اليمنى، زين عقب شوية مثلا أصابني شج، مثلا شج وجهي أو كذا وخرج الدم، يأثر على طهارة على الطهارة الوضوئية؟ ما يأثر على الطهارة الوضوئية، ما يأثر على الطهارة الوضوئية. وإنما أنت إذا بتروح الصلاة لابد أن تروح الصلاة وأنت وإيش؟ طاهر. فلو كملت وضوءك، غسلت الوجه واليدين ومسحت الرأس والرجلين، وبعدين مثلا خرج دم أو صواب أو كذا في مواضع الوضوء في غير مواضع الوضوء، ما في مشكلة، بس لا تروح الصلاة إلا بوإيش؟ طهارة. وهذا إليه تفصيل طبعا. فإذا يشترط طهارة أعضاء الوضوء. أيضا من ضمن الشرائط، اتفضلوا أحسن، تبارك الله فيك. طبعا احنا جاوبنا على هذا السؤال لكن تفصيل أكثر زيادة أكثر، قال هالمرة خرج الوقت، أنا توضأت بماء نجس وصليت وخرج الوقت، الآن علمت على أن الوضوء والماء الذي استعملته واستخدمته ماذا؟ نجس، هل تجب علي إعادة الصلاة؟ يقولون نعم تجب عليك ماذا؟ إعادة الصلاة، ولابد ماذا؟ من تطهير ويش؟ أعضاء الوضوء وكذا، على أساس أنت بعد بتتوضأ فتطهرها أول وتتوضأ وتعيد ماذا؟ جميع الصلوات اللي صليتها بهذا الوضوء الباطل، بارك الله فيك. نعم، من شرائط الوضوء المباشرة، أنك تباشر الوضوء بنفسك، مو جيب لك عامل مثلا تقول له تعال غسل وجهي، أو الزوجة مثلا تقول تعال يا أيها الزوج غسل وجهي وغسل يدي اليمنى، إلا إذا كان مضطر إيده مشلولة أو كذا ما يقدر، ما في مشكلة. زين، واحد يقول شخص عند الإبريق وهو يسكب علي الماء، فيها مشكلة؟ قل لا، ما في مشكلة، هذا لا يطلق عليه ماذا؟ لا ينافي المباشرة، لأن هذا هو نفسه يتولى قضية الوضوء. نعم، قضية ثانية وهي الاستعانة، أنت تستعين بماذا؟ بالآخرين. فالاستعانة في مثل هذا يصير مكروهة، فيها كراهة. عندنا أيضا من الشرائط الموالاة، يعني التتابع، فتغسل وجهك وتغسل يدك اليمنى، مو تقعد السولف لين ما تجف الأعضاء وكذا وبعدين تكمل وضوءك، لا، هاي فاتة الموالاة. فالموالاة مشروطة في الوضوء لكنها ليس مشروطة في ماذا؟ في الغسل. وهناك مجموعة أخرى أيضا بالنسبة إلى شرائط الوضوء، فالوقت أدركنا ولم ندرك الدخول في أجزاء الوضوء أيضا. نعم أيها الموالي الحبيب، وبينما كان محمد بن الحنفية يسبغ الوضوء وإذا به ماذا يأتيه نبأ خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى العراق، فأخذت دموعه تتقاطر في الطشت حتى سمع وقعها في ذلك الطشت. ولما صار السحار جاء محمد إلى أخيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟
أخذ بزمام الناقة والإمام عليه السلام راكب عليها. نعم ولكن لما فارقتك رأيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في المنام يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا مجدلا بدمائك. صح محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أخي أبا عبد الله إذا علمت أنك مقتول فما معنى حملك هؤلاء النساء؟ لقد شاء الله أن يراهن سبايا مهتكات كأني بمحمد لطم على رأسه وحسينا ومصيبتا. إذن في أمان الله في دعة الله. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين قاصد يا عضيد بهالضعينة غصب علي ارجع بلياك المدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة وسكون المدينة من بعدكم صاير مجيت. قال لا ندري بقلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا نسافر وروح. سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح والخبر عنا من طرفكم ما هو بعي كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة كان انذبحنا لازم ترد هاليتاه بيني وبينك حمرة الدنيا على وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد تلهف على عضيدة وجذاب والنوت حساه وشم بنحرة وللثرى خريت عفة. قال لي يا خويا اش هالحكي قلبي تفطر سليت روحي من جسدها بهالمواعي وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله تقبل عزاءنا شافي مرضانا أيد وانصر علماءنا العاملين وارحم الماضين فك أسراءنا رد مغربينا شافي وعافي جرحانا ومرضانا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع أيدي الظلمة من أن تصل إلينا اللهم ومن أرادنا بسوء فأريد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين اللهم اجعل كلمة الحق هي العليا كلمة الباطل هي السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم وجماعت الحاضرين احفظهم في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم
ولا سيما المسببين لهذا المجتمع الشريف. اللهم أطل في أعمارهم وبارك في أرزاقهم، ونهدي لأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. حفظكم الله إن شاء الله. يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.